السلام عليكم وصباح الخير جميعا، وعدنا لكم من جديد في فقرة رياضية. مثل ما تعودنا نحن في الفقرات الماضية، تمريننا بيكون بسيط وغير مرهق، لكن في نفس الوقت مفيد ويعطي حيوية للجسم وطاقة وحضور ذهني. اليوم بنبدأ بعض التمارين تساعد على تفكيك العضل وتعطي مرونة وحيوية. يلا مثل ما تعودنا نبدأ في الهرولة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ناخذ الحركة هاي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ونفس الشيء ونحن على الجنب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هرولة مع الفتح، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. استرخاء، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مثل ما تعودنا في القوسية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ناخذ الخط المستقيم وبعض الإطالات السريعة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. واحد اليمنى، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا مع بعض ننزل باليدين، 1 2 3 4 5، مع الثبات، 7 8 9 10. ناخذ فقرة استرخاء واسترجاع الحيوية بهذه الطريقة. هرولة خفيفة وننزل على الأرض نكمل تمارين الإطالات، 1 4. ناخذ وضعية الجلوس بهذه الطريقة ونثني الرجل وننزل بهذه الطريقة بعدد تكرارات، 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ونرجع ناخذ الرجل الثاني ونثني بنفس الطريقة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وطبعا اللي مش قادر يوصل للمشط ممكن ينزل بهذه الطريقة، وبعدها الرجلين بهذه الطريقة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مثل ما تعودنا أعزائي المشاهدين، نختم دائما تماريننا بالهرولة لعشر ثواني أو 20 ثانية، ونحاول نكون مستقيمين في الهرولة، وبعدها نبدأ مرحلة الختامية اللي هي الضغط. مثل ما تعودنا الضغط الثاني بالركبتين للمبتدئ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وللمراحل المتقدمة ممكن تكون واحد بهالطريقة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وطبعا نقولكم في الختام، نتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل وطيب وحلو وكل طاقة إيجابية ونشاط. سلام.